وللمزيد حول تطورات وتداعيات الأوضاع في غزة مع تصاعد العمليات النوعية للمقاومة الفلسطينية وردود فعل طرفي الصراع حول مقترح الرئيس الأمريكي لحل الأزمة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الباحث في الشؤون الاستخباراتية وجماعات الضغط الدكتور عبد الرحمن الفرح. حياكم الله دكتور عبد الرحمن. حياكم الله. شكرا بك دكتور عبد الرحمن. بداية يعني وبمشاركة هيئة علماء المسلمين في العراق، وفود مؤسسات وهيئات 30 دولة تلتقي بالقيادة السياسية لحركة حماس وتتفق على وجوب دعم المقاومة وتحريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، هل تسهم هكذا مواقف في الضغط والدفع نحو حل الأزمة برأيك؟ بالطبع كل موقف وكل حراك في صالح القضية الفلسطينية وفي مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة هو مفيد ومفيد للغاية، ولكن مدى تأثيره على أرض الواقع، مدى ارتباطه المباشر بمسألة وقف الحرب أو وقف العدوان على قطاع غزة، هذا أمر مختلف. اليوم معركة مثل معركة طوفان الأقصى بهذا الحجم وبهذا النوع وعدوان كبير يشنه الاحتلال على كل أركان الحياة في قطاع غزة يتطلب أكثر من مجرد حركات اعتيادية أو يعني ما اعتدنا عليه من لقاءات ومن تضامنات ومن على أهميتها، ولكن في ظل هذا الواقع السياسي المرير والمؤلم الذي يمر فيه عالمنا العربي والإسلامي، فإن مثل هكذا حركات إنما هي تبشر بصوابية البوصلة وتبشر بأن هناك نبض حي في الأمة يتجه نحو الطريق الذي يؤدي حقيقة إلى تحرير المسجد الأقصى وتحرير فلسطين من أيدي الصهاينة، وبالفعل يقف إلى جانب الحق الفلسطيني الذي هو يمثل حق للمسلمين ولعموم الأمة العربية والإسلامية. أيضا يعني ما هي الرسالة التي لربما يريدها الاحتلال، يريد إيصالها الاحتلال من استمرار المجازر ضد المدنيين؟ هل هي محاولة لربما لإحراج القيادة والإدارة الأمريكية برئاسة بايدن، أم أن هناك يعني رسائل أخرى؟ العدو الصهيوني بطبيعته يعني مسألة ارتكاب المجازر هو أمر ليس بالجديد عليه، مسألة هي في صلب عقيدته وفكره الصهيوني الذي نما عليه هذا الفكر، فكر معتمد على مسألة الردع والتفوق ويعني تشكيل حالة من الصدمة عند الناس. هنا أكثر من رسالة في أكثر من اتجاه، الاتجاه الأول والرسالة الأولى هي رسالة للشعب الفلسطيني، هي رسالة عقابية، رسالة لتشكيل صدمة وكيل الوعي الفلسطيني تخذيلا عن مسار المقاومة الذي ارتضاه شعبنا الفلسطيني والذي اليوم هو يمثل الحل الوحيد الذي جعل أمام الفلسطينيين بعد أن فشلت كل مسارات التسوية وكل محاولات الحلول السلمية أو عبر المفاوضات أو عبر أي من حالات الاستجداء التي كلها في النهاية أثبتت أن لا يمكن لأي مستعمر أو لأي غاصب للأرض أن يقدم أي من الحقوق إلا بالقوة وإلا بالإرادة والعزيمة. فلذلك كان من المهم بالنسبة للصهاينة أن تكون هناك رسالة ردع لهذا الشعب ورسالة تشكل حالة من الصدمة. البعد الثاني والرسالة الثانية أن بهذه الصدمة التي ستكون للشعب الفلسطيني وهذه يعني الحالة الكبيرة من الكي الوعي، ستكون هناك رسالة لكل من يحاول أن يقف خلف الشعب الفلسطيني أو كل من يحاول أن يختار خيار المقاومة كخيار لتحرير فلسطين أو مقاومة المشروع الاستعماري في المنطقة وكل أدواته المرتبطة فيها، لأننا نحن اليوم نتحدث في فلسطين عن مشروع استعماري مباشر، عن مشروع صهيوني مباشر، ولكننا نتحدث أيضا عن مشاريع استعمار غير مباشر لا زالت موجودة وقائمة وتغذى من الأمريكان ومن الغرب في منطقتنا العربية والإسلامية وفي معظم شعوب ودول العالم الثالث. الرسالة الثالثة هي رسالة طبعا للمجتمع الصهيوني الداخلي أن كل من يعني يمد اليد ويتطاول على بين قوسين إسرائيل سيتم قطع يده وسيتم. هذا المشهد الذي تحاول إسرائيل صياغته من كي الوعي، من حالة العدوانية، من حالة الانتقام، من حالة الردع، هذا كله فشل.
فشل لأن الشعب الفلسطيني بتضحياته وبطولاته بالرغم من كل هذه المجازر، بالرغم من كل هذا الدمار، اليوم لا زال صامدا صابرا محتسبا، لا زال ملتصقا بمقاومته، ولا زالت المقاومة بعد أكثر من 8 شهور من القتال قادرة على المناورة في أكثر المناطق التي استطاع العدو أن يتوغل فيها وأن وادعى أنه يعني فكك مقومات ومقدرات المقاومة فيها. اليوم المقاومة الفلسطينية تناور، ويوميا تخرج الفيديوهات من الميدان، ويوميا تغير من تكتيكاتها وأساليبها، بل تبدع في استخدام أساليب وتكتيكات جديدة، مما أدى إلى قهر إرادة هذا الجيش الصهيوني، وأدى بالفعل إلى استكمال القدرة على التفوق على الأرض مقابل هذا التفوق الهائل من التكنولوجيا. تخيل معي جيش متقدم بتكنولوجيا متقدمة بسلاح متقدم بعتاد بعديد لا يمكن أن يقارن مع عديد جسر جوي غير منقطع. فصائل المقاومة، ولكن بالمقابل على الأرض هذا كله أمام قصص من بطولة وتضحية يسطرها مقاومو الفصائل الفلسطينية. يعني هنا السؤال دكتور عبد الرحمن، على ماذا يعتمد هذا الكيان في عملياته ومراوغاته ولربما مماطلته في وقف إطلاق النار مع كل هذا الفشل العسكري والسياسي والدبلوماسي الذي يلحق به؟ هل نتنياهو آثر بيع المستوطنين الوهم، أم أن هناك شيئا ما لربما يعول عليه؟ من ناحية أمنية واستخباراتية نستطيع أن نقول أن العدو الصهيوني كل لحظة يقضيها في قطاع غزة يحصل على المزيد من المعلومات، يستطيع أن يصل إلى المزيد من الأوراق التي يعتبر أنها مهمة. هذا بالطبع ضاغط على المقاومة الفلسطينية وضاغط على الشعب الفلسطيني، لكن بالمقابل الأسباب الحقيقية التي تقف خلف سبب إطالة هذه المعركة هي بالطبع أسباب متعلقة بمحاولة العثور على جنوده ومحاولة فعلا تفكيك قدرات المقاومة. هذا الأمر فشل منذ الأشهر الأولى للمعركة، ومع ذلك لا يزال مصر نتنياهو على أن كل لحظة سيقضيها في قطاع غزة سيضر في هذا الشعب الفلسطيني وفي مكوناته. الأمر الآخر أن هناك معركة شخصية لنتنياهو. نتنياهو اليوم هذا الفاشل الذي كان ملاحقا بقضايا الفساد، الذي كان معرضا للمحاكمة في أي لحظة يغادر فيها موقعه، هو اليوم أمام ضغط أكبر، أمام لحظة انتهاء المعركة، سيكون أمام انتهاء حكمه ومغادرة الحكومة إذا ما غادر الحكومة، وهذا أكبر سيناريو وأكثر السيناريو احتمالات للحدوث، هو سيكون أمام محاكمة من ناحية على قضايا الفساد، ومن ناحية على فشله في المعركة وفي حتى التنبؤ بعملية 7 أكتوبر. هذا المشهد كله بالنسبة لنتنياهو مشهد قاسي، مشهد مظلم، يفضل أن يبقى في حالة من الصراع، في حالة من التخبط، في حالة من توظيف الهيجان الصهيوني وتوظيف كل هذا المشهد الصعب من أجل مصالحه الشخصية. بالمقابل المجتمع الصهيوني وبالذات المتطرفون في الكيان الصهيوني هم يضغطون باتجاه المزيد من العدوانية والمزيد من الردع. هم باعتقادهم أن هذا الردع وهذا الإمعان في القتل إنما سيستعيد جزء من حالة الردع التي فقدها الكيان الصهيوني في 7 أكتوبر بعد أن انهارت فرقة غزة أمام بضعة مقاتلين من المقاومة الفلسطينية لا يتجاوز عددهم 1200 مقاتل. هذا كل المشهد يعبر عن حجم الهزيمة التي مني بها الجيش الصهيوني، ويعبر عن فقدانه الميزة الاستراتيجية لدى موظفيه في المنطقة، موظفيه المقصود بهم أمريكا والمنظومة الغربية، الذين اليوم بالنسبة لهم الكيان الصهيوني هو عبارة عن كرت ليس رابح كما السابق، ليس كرت يعني يكسبهم مزيد من الردع ومزيد من تحقيق الهيمنة في المنطقة بقدر ما يكسبهم المزيد من العداوات ومزيد من تفجير الصراعات في المنطقة. اليوم تفجرت عدة جبهات في المنطقة، اليوم تفجرت عدة يعني بؤر صراع في المنطقة، هذا أدى إلى مزيد من الضغط على المنظومة الدولية وأدى
بالضرورة إلى فقدان الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها خيوط المعادلة التي لطالما تباهت أنها تمتلك كل خيوط المعادلة في المنطقة. اليوم لا أمريكا التي تقود المعركة بشكل غير مباشر وفي لحظة من اللحظات لا يعني تتورع عن المفاوضة بشكل مباشر نيابة عن الصهاينة، وعند لحظات الحقيقة تتنصل من مسؤولياتها ومسؤولية الضغط على هذا الكيان وإيقاف عدوان وإيقاف هجومه المجنون على كل ما يتعلق بأشكال وأصناف وأسس الحياة في قطاع غزة. هذا المشهد برمته إنما يسجل نصر للمقاومة الفلسطينية ولكل دعاة التحرر ولكل أصحاب الحق في هذه المنطقة، وفي الوقت ذاته يسجل فشل كبير للصهاينة ولكل المنظومة الغربية التي تحميهم وترعاهم في منطقتهم. نعم، طيب دكتور عبد الرحمن، يعني بين إعلان بايدن للمقترح أو المبادرة لوقف إطلاق النار وبأنها مبادرة لربما إسرائيلية، وبين رفض بنيامين نتنياهو لهذه المبادرة ووصفه لبايدن بأنه كان غير دقيق بطرح هذه المبادرة، ولربما كان هناك تفاصيل لم يطرحها بايدن، يعني بين موقف الحكومة الصهيونية وبين موقف الإدارة الأمريكية، كيف يمكن فهم ما يجري؟ يمكن قراءة مما يحدث أن أمريكا التي قادت المعركة من اليوم الأول ورسمت لها سيناريوهات ورسمت لها مسارات، إسرائيل بين قوسين اليوم تخرج عن السيناريوهات وعن المسارات التي رسمتها الولايات المتحدة الأمريكية. لا إسرائيل بين قوسين استطاعت أن تحقق أيا من أهدافها على الأرض، لم تستطع ولم تتمكن من الوصول إلى قيادة المقاومة الفلسطينية، لم تتمكن من تفكيك مختلف الأدوات والأذرع العسكرية للمقاومة الفلسطينية على الأرض، بل لا زالت المقاومة تعمل وبضراوة وبشدة وتحرج هذا الكيان وهذه المنظومة الدولية، ولم تستطع الوصول إلى أي من محتجزيها وأسراها في قطاع غزة بالذات الأحياء منهم. هذا كله بالضرورة بعد العديد من المهل وبعد العديد من الشكات المفتوحة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لدولة الاحتلال الصهيوني، ساق أمريكا إلى أن تقوم بموازنة ما بين مصالحها الاستراتيجية ومصالح الكيان الصهيوني. اليوم الكيان الصهيوني له مهمة وظيفية، له مهمة محدودة في إطار الشرق الأوسط وفي إطار تشكيل حالة الردع في هذه المنطقة، لكن على صعيد مصالح أمريكا اليوم يعني هل أمريكا تقصد، عفوا مقبلة على دكتور عبد الرحمن، الشباب. هل تقصد أن إعلان بايدن كان أو تم دون التنسيق مع الحكومة الصهيونية؟ بالطبع إعلان بايدن اليوم جاء ليحرج الكيان الصهيوني وجاء ليحرج بالتحديد نتنياهو، وإعلان بايدن بالمناسبة لا يختلف عن الورقة التي قدمت في السابق إلى المقاومة الفلسطينية وأعلنت المقاومة الفلسطينية في حينه عن الموافقة عليها، وهذا ما أعادت المقاومة وأكدت عليه مساء هذا اليوم عندما يعني تحدثت بشكل واضح. ما قدم من جديد من قبل المصريين والقطريين إنما هو تأكيد على يعني نفس الورقة السابقة، وبايدن ما تحدث به إنما يؤكد على نفس الورقة السابقة. بقي من أجل أن تقدم المقاومة موافقتها، هي في السابق وافقت ذاتا، لكن بقي أن يوافق نتنياهو وأن يستطيع بايدن أن يلزم نتنياهو ويلزم قادة مجلس حربه على الموافقة. العجيب أننا اليوم أمام مشهد غير اعتيادي وأمام مشهد ارتباك كبير في داخل الكيان الصهيوني. بن غفير يعلن عن مؤتمر صحفي، تدخل عائلات الأسرى وتقتحم مقر المؤتمر، يتم إلغاء المؤتمر، بن غفير يذهب إلى نتنياهو ليتلقى ليطالع المسودة التي وصلته من الأمريكان، يتهرب منه يعني موظفو مكتب نتنياهو، رئيس المعارضة يعلن أنه مع النقاط التي أعلنها بايدن وأنه مع دعم نتنياهو في هذا في الموافقة على ذلك، ولكنه يعود مرة أخرى ويقول نتنياهو لم يطلعنا على أي شيء من مسودة هذه الاتفاقية.
نتنياهو في موقف صعب بالنسبة له، الأمريكان يضغطون، بالنسبة له هو لا مفر أمامه من إنهاء المعركة، هو آخر ما يمكن أن يتوقعه أن تنتهي المعركة بشكل نهائي وأن يتوقف القتال، فهو سيكون في هذه اللحظة أمام يعني المساءلة وأمامه معرض للمحاكمة ومعرض إلى سلسلة من الإجراءات، فتنكفئ البوصلة عليه إلى الداخل، وهنا بالنسبة له هو فقد كل شيء. هذا المشهد مشهد معقد، تقديري أن في اللحظات القادمة لحظات حاسمة، يجب أن تتحمل المنظومة الدولية مسؤولياتها، يجب أن تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها، ويجب أن يكون هناك ضغط كبير على الكيان الصهيوني من أجل الرضوخ والقبول بهذا الاتفاق الذي تم الإعلان عن شروطه على الملأ وعلى لسان الرئيس الأمريكي، حتى تنتهي هذه الجدلية وتوقف العدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل. أمام هذا الرفض، سريعا دكتور عبد الرحمن، أمام هذا الرفض الصهيوني لوقف إطلاق النار، ما هي الخيارات أمام الإدارة الأمريكية؟ هو في البداية واضح أن الصهاينة لا يملكون كافة أوراق الأمر، الصهاينة أعلنوا عن أسرى على اعتبار أنهم بيد المقاومة الفلسطينية، بعد قليل تبين أنهم قتلى في الضفة الغربية، الحادثة التي وقعت في مستوطنة بئيري، والتحقيق الذي أثبت أن الاحتلال الصهيوني قام باستهداف المقاومين الذين اقتحموا في 7 أكتوبر مع جزء من الفارين من الحفل، هذا كله جعل هناك صندوق أسود أمام قدرة الاحتلال أصلا على تثبيت محتجزيه ومختطفيه، وبالنسبة له أصلا ما هو بين يدي المقاومة مجهول بشكل دقيق، لا يستطيع توصيف كل ما هو موجود على الطاولة، هذا بالضرورة يجعله يدخل في مفاوضات هو غير قادر على امتلاك كل أوراقها. المقاومة تسجل نقاط تفوق على العدو الصهيوني في هذا الأمر، لكنه يقوم بالضغط والضغط بالقوة ومزيد من القوة من أجل محاولة معادلة هذه الموازنة. تقديرتنا أن المقبل في الساعات القادمة إنما هو يشكل فرصة حقيقية للدخول في توقيتات مرحلة أولى وثانية وثالثة، من الممكن أن تفضي إلى وقف العدوان على قطاع غزة وأن تفضي إلى تحقيق صفقة تبادل مشرفة ووقف وحقن الدماء وإعادة معاني الحياة وبدء إدخال المساعدات الإغاثية وانسحاب الاحتلال الصهيوني من كافة مناطق السكنية في قطاع غزة، وبالفعل أن يكون أمام مرحلة تامة لإنهاء عمليات القتال على الأرض. هذا ما يمكن أن نستقرئه في اللحظات القادمة. نعم، إذن كنت ضيفي عبر سكايب من اسطنبول، الباحث في الشؤون الاستخباراتية وجماعات الضغط الدكتور عبد الرحمن الفرة، شكرا جزيلا لك.